شافع في المهد والجاي من رحمة الزمن في الغيب والساع ما تولد الكفن ودلحت اروع وسط ارواح هجوم ودفاع نسد جمهور وفي ودار في جمهور وفي ودار في وعلى العرين واقف اسد سيد البلد 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 هلال نغمة سيد البلد حماس وهمة سيد البلد هلال نغمة سيد البلد حماس وهمة سيد البلاد النصر تم سيد البلاد وفرحنا عما ده سيد البلد سيد البلاد سيد البلد سيد البلد سيد البلاد إفريقيا تشهد سيد البلد هلال نوح سيد البلاد إفريقيا تشهد سيد البلد هلالنا وحد سيد البلد لخصمه أبعد سيد البلد ولشعبه أسعد ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد جمهور لعيبة سيد البلد أبو الهلال حبيبة سيد البلد جمهور لعيبة سيد البلد أبو الهلال حبيبة سيد البلد أقوى الرهيبة سيد البلد ودايما بيجيبة ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد حيوه حيو سيد البلد وانت البوزيو سيد البلد حيوه حيو سيد البلد وانت البوزيو سيد البلد مثل الضيو سيد البلد ونيلنا زيو ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد مين اللي بيهزه سيد البلد شامخ في عزه سيد البلد مين اللي بيهزه سيد البلد شامخ في عزه سيد البلد كل اللي بيرزه سيد البلد ومن اسمه فزه ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد هلالنا غالب سيد البلد هز المواكب سيد البلد هلالنا غالب سيد البلد هز المواكب سيد البلد جمهور مواظب سيد البلد مال المصاطب ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد هلالنا راسي سيد البلد طول أماسي سيد البلد هلالنا راسي سيد البلد طول أماسي سيد البلد جمهور حماسي سيد البلد
الساعات مال الكراسي ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد فخر الأهل سيد البلد يحميه الله سيد البلد فخر الأهل سيد البلد يحميه الله سيد البلد الشاف طلع سيد البلد قال زينة والله ده سيد البلد 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 يا فخر ناس بلدي
أهل يا خيار أسياد البلد دي. هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه؟ هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه؟ هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه؟ الفنان هلالنا الرائع المزدان أبيض وأزرق الألوان وعظمة وروعة في الميدان قلب القاكه والخسران بتعرف دي ملكيه هلالنا هلالنا مين زيه العزة فوق الراس يمين يا هلالنا ما بتنداس وقفوا شجعوه الناس هلال الصف وشايل الكاس لأنه هلالنا زي الماس وغالي وما في حد زيه هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه سمعنا روعة ونور وحول الدنيا لفت دور يعمل فيها زي ما يدور ويعمل فينا زي ما يدور كواكب الدنيا مهما تسور بتاخد نور من ضيو هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه هلالنا هلالنا مين زيه ومين يقدر يكون زيه هلالنا المبدع الفنان هلالنا الرائع المزدان هلالنا بشرف السودان هلال بنريده مهما كان بيعرف قيمة الأوطان وصفقوا للهلال حيو هلالنا هلالنا مين زيه وصفقوا للهلال حيو هلالنا هلالنا مين زيه وصفقوا للهلال حيو صفقوا للهلال حيو هلالنا هلالنا مين زيه وصفقوا للهلال حيو هلالنا هلالنا مين زيه وصفقوا للهلال حيو هلالنا هلالنا مين زيه وصفقوا الشمس تنسد يا لالي يا لالي يا لالي شرف انك تكون يا اخوي هلالا وعلى السكين وحبك يا هلال العظمة ايجابي وزيك تكون يا اخوي هلالابي وعلى السكين وحبك يا هلال العظمة ايجابي وهو زيك مين وفي الميدان ولادة فسون عشان الكحل دي ما يسود في الميدان ولادة فسون عشان الكحل دي ما يسود الميدان يكون الرد يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي في الحد
أدرك إذا تحدر يسوي المستحيل وأكثر. موج أدرك إذا تحدر يسوي المستحيل وأكثر. وأهدافك إذا ما توجهت للمرمى لا بتتحش ولا بتتصد. أرواح هجوم ودفاع نسك جمهور و
وفي وإدارة في جمهور وفي وإدارة في وعلى العرين واقف أسد سيد البلد 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 هلال نغمة سيد البلد حماس وهمة سيد البلد هلال نغمة سيد البلد حماس وهمة سيد البلاد النصر تم سيد البلاد وفرحنا عما ده سيد البلد سيد البلاد سيد البلد سيد البلد سيد البلاد إفريقيا تشهد سيد البلد هلال نوح سيد البلاد إفريقيا تشهد سيد البلد هلالنا وحب سيد البلد لخصمه أبعد سيد البلد ولشعبه أسعد ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد جمهور لعيبة سيد أبو الهيل حبيبة سيد البلد جمهور لعيبة سيد البلد أبو الهيل حبيبة سيد البلد أقوى الرهيبة سيد البلد ودايما بيجيبة ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد حيوه حيو سيد البلد وانت البوزيو سيد البلد حيوه حيو سيد البلد وانت البوزيو سيد البلد مثل الضيو سيد البلد ونيلنا زيو ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد مين البهزو سيد البلد شامخ في عزو سيد البلد مين البهزو سيد البلد شامخ في عزو سيد البلد كل البرزو سيد البلد ومن اسمه فزو ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد هلالنا غالب سيد البلد هز المواكب سيد البلد هلالنا غالب سيد البلد هز المواكب سيد البلد جمهور مواظب سيد البلد مال المصاطب ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد هلالنا راسي سيد البلد طول أماسي سيد البلد هلالنا راسي سيد البلد طول أماسي سيد البلد جمهور حماسي سيد البلد مال الكراسي ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد فخر الأهل سيد البلد يحميه الله سيد البلد فخر الأهل سيد البلد يحميه الله سيد البلد الشاف طلع سيد البلد قال زينة والله ده سيد البلد سيد البلد سيد البلد
سيد البلد سيد البلد. سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد سيد البلد. أحييكم مشاهدي شاشة قناة الهلال الفضائية من فندق وتالي من العاصمة الكينية نيروبي، حيث تقطن هنا بعثة نادي الهلال. فريق الهلال اليوم أجرى حصة تجريبية صباحية كان فيها استرجاع كما شاهدتم قبل قليل على شاشة قناة الهلال الفضائية. نتواصل معكم في هذه التغطية وفي رسالة نيروبي، ومعنا الآن الكوتش محمد الطيب مورينيو المدير العام لفريق الهلال. كوتش محمد الطيب، أولا مرحبا بك معنا على شاشة قناة الهلال الفضائية. مرحبا بك يا أخ نابق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكل تأكيد كوتش محمد طيب، هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن جماهير الهلال. الهلال خلال هذه الفترة القصيرة، هل استطاع الفريق أن يصل إلى يمكن أن نقول الجاهزية المطلوبة، أيضا التجانس المطلوب بين اللاعبين، خصوصا أنكم أيضا تفتقدوا إلى 9 لاعبين من المنتخب الوطني، هم ليسوا رفقة هذا الفريق الذي أتى إلى كينيا قبل أيام لمواجهة فريق الإسكر الليبي؟ نعم، دعني أولا أبدأ ب كل المجهودات التي يعني تبذل، وهي مجهودات مقدرة جدا في سبيل أن يحقق الهلال طموحاته وتطلعات الأمة الهلالية، بدءا برئيس النادي الدكتور أشرف الكاردينال الذي يعني يعمل في 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 سفينة يعني بها أمواج متلاطمة، وبالرغم من ذلك يريد أن يرسو بها إلى بر الأمان آمنة مطمئنة، ثم إلى أركان حربه وكذلك الذين يعملون كله في القطاع الرياضي والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس ومساعدوه ليناردو ومدرب المساعد وشخصية الضعيف ومدرب اللياقة مستر رودريجو ومدرب الحراس مستر كيبا. بعد ذلك بدأ هذا الجهاز المتناقم والذي بينه هارموني كبير جدا في إعداد مبكر في صورة أعتقد أنها مستحدثة في الإعداد البدني، وقطع الفريق شوطا نعتقد أنه مغدرا، أدى 3 مباريات بالسودان. المباراة الأولى كانت أمام كوركوج وانتصرنا فيها بنتيجة جيدة، ووقف الجهاز الفني بقيادة سيرجيو فارياس على بعض الفارياس على بعض الأخطاء التي تم علاجها، ثم ذهبنا إلى بورسودان وأدينا مباراة أمام حي العرب، وكانت هذه المباراة مليئة بالبذل والعطاء من كلا الناديين، وكانت تجربة حقيقية لفريق سننازله في هذه أو من نادي الدوري الممتاز. وبعد ذلك جئنا إلى الخرطوم عائدين وأدينا مباراة مع فريق هاشم سنار فريق صاعد، وكانت أيضا تجربة جيدة. ثم بعد ذلك تم الإعداد وانتقلنا إلى نيروبي عاصمة كينيا وأدينا مباراة بالأمس، نعتقد أنها فيها كثير جدا من الإيجابيات التي حدثت أثناء المباراة، ويمكن أن تفيد الجهاز الفني كبروفة حقيقية قبل المباراة الأفريقية المستحقة أمام فريق الإسكر في إيبيريا، نعم في دوري التمهيدي للأبطال للأندية الأبطال. وأعتقد أنه في هذه المباراة التي كانت بالأمس كثير من الدروس والعبر التي سيصطحبها الجهاز الفني لينزلها إلى أرض الواقع في مباراة الأمس، و فعلا قد كان الجهاز الفني بقيادة سيرجيو فارياس قد عقد اجتماعا باليوم وتحدث عن كل سلبيات وإيجابيات هذه التجربة الأخيرة، وأعتقد أنه خرجنا بفكرة جيدة عما سيكون إن شاء الله في مباراة الأمس. أما سؤالك عن لاعب الفريق القومي، أنا أعتقد أنه هؤلاء كوكبة من خيرة لاعبي السودان، وده دليل على أن كل اللاعبين الذين كانوا في المنتخب من فريق الهلال شاركوا في المباريات التي لعبت في المغرب في المغرب. انا اعتقد انه مجموعه منهم جاهزين، ولكن سيبقى الانسجام بين فتره قصيره جدا ما بين القدامى والجدد على فكر المدرب سيرجيو فارياس، سيحتاج الى وقت، ولكن اللاعبين بهذه القدره وبهذه الامكانات وبهذه الخبرات
أنا أعتقد يعني سيعجنون مع بعضهم البعض ويشكلون بوتغة راغي جدا وجميلة، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى في بريتوريا، بعد ذلك نأتي إلى السودان لمباراة الرد، ولكن تبقى كما قال المدرب اليوم للاعبين هنالك سيناريوهات متوقعة، وهنالك تحكيم أفريقي يمكن أن تلعب ضده، وهنالك الأرض والجمهور ممكن أن تلعب ضده، وكيف أن يتأقلم وأن يتفاعل اللاعبون على الأجواء المناخية ما بين نيروبي وبين ليبيريا، وبعد ذلك مع هذه الأجواء المحيطة بالمباراة سيكون بلا شك المدرب سيرجيو فارداس قد درس الخصم دراسة فنية متأنية، وبعد ذلك سيضع استراتيجيته المناسبة للمباراة التي ستلعب خارج الأرض، والمباراة خارج الأرض لها شكلها ومضمونها الفني، وبعد ذلك المباراة داخل الأرض لها شكلها ومضمونها الفني. أنا أعتقد أنه لا بد أن نطمن الأمة الهلالية أن هنالك جهود مقدر جدا مبذولة على رأس المجلس الإداري كما ذكرت، وعلى القطاع الرياضي والجهاز الفني واللاعبون، ولا بد أن أطمن أنه يعني الانضباط الذي شاهدته في نادي الهلال والله هذا ليس نفاقا لم أشهده يعني في مسيرتي الطويلة الرياضية، وأعتقد أن هذا الانضباط في هذا الموسم سيحقق يعني كما قلت أنا في قناة الهلال في أول لقاء قبل أن أوقع العقد بأن إن شاء الله عام 2018 سيكون عام الإنجاز وعام الإعجاز، الإنجاز قد تحقق والإعجاز أن نحقق هذه البطولة الأفريقية حتى يتأقلم أو يتواءم المعنى مع المضمون بإذن الله. طيب كوتش محمد، طيب الهلال هذا الموسم ينتهج طريقة لعب جديدة، طريقة هي تتمثل في نظرة تكتيكية جديدة من قبل الجهاز الفني البرازيلي وأنت بمعيتهم، طريقة هل تعتقد فيها أن لاعبي الفريق قد شربوا هذا الأسلوب وأصبح بالنسبة لهم سهل، خصوصا أن في الموسم الماضي الهلال كان ينتهج طريقة 4-4-2 على طريقة الدايمون شيب وعلى طرق مختلفة، كيف أنتم كجهاز فني ترون مستويات اللاعبين مع هذه الطريقة الجديدة التي انتهجها الجهاز الفني لفريق الهلال؟ أنا أعتقد الطريقة ليست بالجديدة، الطريقة يعني سبق اللعب بها نبيل الكوكي وكانت هنالك بعض الملاحظات، الآن يلعب بها المدرب سيرجيو فارياس، أعتقد أن خياراته التي تتوفر لديه الآن يعني جعلت أن يطبق هذه الطريقة، ولكن يمكن أن يعود إلى طرق أخرى كما عاد في بعض المباريات إلى 4-4-2 أو في مرات أخرى سيعود إلى أي طريقة أخرى، ولكن على أغلى تقدير في مباراة الأرض أنا أعتقد أن طريقة 4-3-3 مع عودة يعني مهاجمي الطرف إلى العودة إلى وسط الملعب واستحواذ على منطقة المناورة أنا أعتقد منطقي إلى حد كبير في مباراة التي تلعب خارج الأرض. بعد ذلك فكر المدرب عندما يلحظ اللاعبين الذين جاءوا إليه من الفريق العمومي وإمكاناتهم وقدراتهم، وأيضا عندما نعود إلى مباراة الرد قد يشكل فكرة ما بين الذين كانوا معه وما بين الذين قد أتوا إليه، وأنا أعتقد سيكون اللاعبين الذين في الفريق العمومي سيكون إضافة كبيرة جدا وإضافة حقيقية، لأن كل منهم يملك ماسية في الفن في الفن في الجزء الفني الذي يحتاجه المدرب، وأعتقد أنه لديه خيارات تجعل المدرب يكون مرتاحا لتطبيق الطريقة التي يريدها في هذه المباراة العاجلة، وإن بعد ذلك أنا أعتقد سيكون له مساحة من الزمن، بعد ذلك النهج الذي يريده لمباراة الرد أعتقد أنه سيكون له مفهوم، لأنه يعلم تماما كما قال اللاعبين أن مباراة الذهاب خارج الأرض لها مطلوباتها، وعندما يأتي لمباراة الأرض لها مطلوباتها، وحينها سنرى الطريقة التي سيلعب بها داخل الأرض، وأعتقد أنها ستتغير إلى حد ما. طيب أنتم كجهاز فني هل أنتم مطمئنون أن هذه الفترة القصيرة التي عاد فيها الهلال فريق الهلال نفسه لمباراة الإسكر هي فترة كافية لأن يواجه الهلال فريق الإسكر في ذهاب الدورة التمهيدي لدور أبطال أفريقيا؟ أنا أعتقد أنه دائما الفترة المثالية تكون ما بين 45 يوما وإلى شهرين، أنا أعتقد الآن نحن لم نكمل الآن قد أكملنا الشهر ولدينا عدة أيام بعد المباراة الرد والعودة إلى الخرطوم، أعتقد أنه سيكون الفريق قد وصل إلى مرحلة الجاهزية المطلقة، ولكن قبل ذلك كيف في ظل عدم هذه الجاهزية يعني لا أقول كاملة ولكن الزمن لم يزعف إلى الإعداد الكامل مع قياد بعض اللاعبين في الفريق العمومي، أنا أعتقد أن المستقبل المغروب يعني أفتكر أنه جيد جدا، ولكن الموجودين الآن استوعبوا المطلوب تماما، وأعتقد أنه هنالك جهد بذل في إضافة تدريبات حتى تعرض الفترة التي تمكن اللاعبين من الجاهزية الكاملة، فأنا أعتقد ليس هنالك خوف حتى وإن كان هنالك أمر اللاعبين لهم كثير من الاستراتيجيات أبلغها لهم المدرب حتى إن حصل بعض الهبوط، وأعتقد أنه لن يحدث
إذا حدث سيكون للمدرب قراءته وله رؤيته بالخروج بالنتيجة الإيجابية التي يريدها، ثم بعد ذلك تكون له فترة كافية ليكمل الفترة التي تجعل الفريق مكتملا من الناحية البدنية بصورة إيجابية لمباراة الرد. ولكن هذا لا يعني أن هذه المباراة غير مكتملة، يعني أنا أقول أن النسبة تفوق 75%، فهذه أيضا نسبة جيدة ومثالية. طيب هل توجد هناك خطة إسعافية بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني للحاق بلاعبي فريق الهلال تحديدا من ناحية طريقة اللعب؟ يعني أعتقد أن الجهاز الفني يمتلك خبرات متمثلة في مديره الفني ومساعده الذي أعتقد أنه أيضا له خبرات كبيرة جدا وكذلك مساعده، ونحن كذلك بفكرنا المتواضع أن نمده ببعض المعلومات التي يحتاجها، وقد قمنا بذلك كثيرا جدا وسنقوم طوال هذه الفترة بكل المعلومات التي ممكن أن تفيد الجهاز الفني بكل المعلومة التي يريدها إذا كان على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. أنا أعتقد أن الأمر مطمئن وليس هنالك ما يزعج أو ما يربك الأمة الهلالية، وأنا أعتقد أن الأمور تمضي بصورة جيدة والعمل يمضي على قدم وساق، وأعتقد أن الأمور الفنية تمضي إلى غاياتها المنشودة. وعندما أقول غاياتها المنشودة أنا أعود مباشرة إلى نظريات التدريب وهي البداية التدرج التكرار الإدغال. عبر هذه النظريات أعتقد أن الفريق كما ألحظ أنه سيمضي إلى مرحلة الإدغال، وإن شاء الله سيتعداها إلى مرحلة الإجادة التامة عندما يهضم اللاعبين فكر المدرب وتنفيذ الجمل التكتيكية في الضربات الركنية والضربات الثابتة، وبعد ذلك بعض الأمور التي كنا نعاني منها في فترات سابقة وكان السبب في خروج بعض الأندية السودانية. أعتقد أنه ملكناه هذه الأمور، وأنا أعتقد أنه سيعمل جاهدا على تلافي كل هذه السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات بإذن الله بمشيئة الله. طيب نتحدث الآن عن المباراة المقبلة، هي في دوري أبطال إفريقيا أمام الإسكر. فريق الإسكر عد إعدادا كبيرا لهذه المباراة، هو يعلم تماما أنه يلعب أمام فريق له اسمه له وزنه في إفريقيا. ماذا عددتم أنتم كجهاز فني لهذه المباراة الهامة في إطار دوري أبطال إفريقيا، وأنتم تعلمون جيدا أن الإسكر سيلعب في هذه المباراة أمام نادي الهلال بكل قوة بكل شراسة؟ في كل التدريبات التي كنا نؤديها وفي كل المباريات التي نؤديها وحتى الاجتماع الذي التأم اليوم في صالة الجيم كان كل الحديث للمدرب أن التفكير ينصب على المباراة الأفريقية الهامة، وكان دائما يشير إلى ذلك بكثير من الأهمية، وأيضا كان نحن نتحدث في ذلك كثيرا جدا، وكذلك تحدث رئيس القطاع الرياضي في هذا الأمر، تحدث عن كثير من القضايا الهامة جدا في هذا الاجتماع. وأعتقد أن الآن كل اللاعبين نصب عينهم سيكون هذه المباراة الهامة. أنا أعتقد سيكون هناك بعدا معنويا إيجابيا لا بد أن ننظر إليه بنظرة منطقية. وجود يعني رئيس الدولة الذي هو كان لاعب كرة يعني جورج ويا كان لاعب كرة كبير جدا أن يكون رئيسا إلى دولة ستكون المنافسة الأولى في عهده، أنا أعتقد سيكون هذا بعد إيجابي للاعبي الإسكر، ولا بد أن نضع كذلك هذا البعد الإيجابي المتمثل في وجود هذا اللاعب الكبير والدفع المعنوية التي يمكن يعطيها للاعبين. وبلا شك سيعرف تماما أن مثل هذه المشاركات تحتاج إلى أن يقدم الدعم المعنوي والمادي، ونحن لا بد أن ننظر إلى كل هذه الأمور، وستكون الدوافع عند هذا الفريق كبير جدا وفق هذه المعطيات، ولا بد أن نصطحب كل هذه الأمور لأن المدرب دائما يصطحب معه ثلاثة محاور هامة جدا. المحور الأول الأجواء في هذه المحيطة بالمباراة، وأنا أعتقد لا بد أن نستصحب هذا الأمر الذي ذكرته. الأمر الثاني دراسة فنية في دفاتر الخصم، وهذا أمر أعتقد أنه سيكون الجهاز الفني قد قرأ ذلك جيدا. والأمر الثالث أن يضع الاستراتيجية المناسبة التي تجعله يخرج وفق كل هذه المعطيات بنتيجة إيجابية حتى نعود إلى السودان ويحقق بعد ذلك. أعتقد أنه بين جمهورنا الكبير هذا أنا أعتقد من الصعب أن ينال منا هنالك، لأن الهلال ما بين الهلال وسمعة الهلال الأفريقية والخبرات التي تمتع بها الهلال الأفريقية أعتقد أن هناك بعد كبير جدا وشاسع ما بين السودان وليبيريا، ولكن هذا يجب أن لا يكون يعني حافز لدينا أن 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 نركن إلى أن الهلال سيعتمد على هذه الأمور، ولكن الكرة أصبحت جهد وبذل وعطاء، وأنا قلت في ظل هذه المعنويات التي يعني ستكون مع رئيس الدولة لا بد أن نضع في هذا كل هذه الأمور في اعتباراتنا، وأعتقد أن الفريق مطمئن خبراته كبيرة جهازه الفني على مستوى مقدر مجلس الإدارة يقدم كل ما هو مطلوب لراحة اللاعبين، وأعتقد أنني متابع لكل صغيرة وكبيرة، فأنا فقط أريد أن أكرر المرة الثانية وأطمن أمة الهلال بأنه إن شاء الله أبطالكم سيرفعون الرؤوس عاليا بإذن الله بمشيئة الله. كوتش محمد طيب مورينو كلمة أخيرة لك وأنت تطل معنا عبر شاشة قناة الفضائية لكل من يتابعك الآن على شاشة قناة الفضائية من هنا من كينيا من مقر إقامة فريق الهلال هنا في وتالي في فندق وتالي. يعني أتحدث عن
يعني شخصيات عظيمة جدا أكن لها كل تقدير. الشخصية الأولى الكاتب الكبير جدا الطيب صالح، عندما قال سأكتب لأقيم جسرا بيني وبين بيئة افتقدتها. أنا الآن أتحدث إليك بيني وبين أمة الهلال التي افتقدتها، ولا بد أن عبر هذا أطمئن هذه الأمة. الأمر الثاني الحديث الذي قاله، وأيضا من الأشياء التي يعني أهتم بها كثيرا جدا، الدكتور عصام أحمد البشير قال: من لم يتقدم يتقادم. من لم يتقدم الذي دائما يكون متابع للأفكار وللرؤى ويتجدد في أفكاره يتقادم. وأعتقد الآن ما نراه في الهلال أمر فيه كثير جدا من الحداثة، إذا قلنا على لؤلؤة الملاعب، وإذا قلنا على المعسكرات الرياضية، وإذا قلنا على أرضية الملعب، إذا قلنا على كل أمر فهذا فيه ابتكار ورؤى. فإذا نحن لا نتقادم إنما نتقدم عبر ذلك، مع مجموعة جديدة، جهاز فني على مستوى عالي، اهتمامات كبيرة جدا. فإذا نحن لن نتقادم إنما سنتقدم ونبتكر بإذن الله، وهذا ما أقوله أخيرا لأمة الهلال. شكرا لك الكوتش محمد تيموري، كنت ضيفا معنا هنا في فندق أوتالي مقر إقامة الهلال. هذا كان جزء من لقاء خاص رفقة الكوتش محمد طيب مورينيو لطمأنة عشاق الهلال قبل أيام من رحلة الهلال نحو مونروفيا عاصمة ليبيريا. خليكم معنا، وسنكون دائما في التغطية من قلب الحدث عبر قناة الهلال الفضائية، حيث دائما الصورة كما لازلنا نتواصل معكم مشاهدي شاشة قناة الهلال الفضائية من معسكر فريق الهلال من العاصمة الكينية نيروبي. لقد صدر التقرير الطبي للاعبي فريق الهلال الكابتن عمار دمازين واللاعب عزيز شيبولا من مستشفى من احدى المستشفيات الكينية، واتى احد التقريران بغياب اللاعب عمار دمازين عن مباراة الهلال فريق الإسكر الليبيري بعد ان تعرض للإصابة في مباراة الفهود الكيني، المباراة الودية التي جمعت فريقي الهلال الفهود ليلة الامس الاحد هناك على ارضية ملعب ماشاكوس. كابتن عمار هو معانا الان، حيطمن اسرته ويطمن كل القاعده الهلال. كابتن عمار مرحبا بك معنا في قناه الهلال الفضائيه ومنورنا. مرحبا بك والله، مرحبا بكل الاهل في السودان والاحباب هناك في السودان، وتحيه خاصه لجماهير الهلال. واحب مني اطمنهم انه انا تمام بخير، الله اصابه يعني كانت خفيفه الحمد لله. كابتن عمار، يعني مين من الاسره اول واحد كان مرسل لك بعد ما شاهد اصابتك في المباراه؟ لا تقريبا قبل الاسره يعني كان عندي اصحابي تداسلوا معي وطمنوا علي، ومنين انا بحب اقول لهم انه الاصابه خفيفه وما كنت ادعي كده، لكن اقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اتمنى انه كان انه الحق المباراه دي، لكن اقول ما مشكله ممكن نجي المباراه الجايه ان شاء الله بعد يعني اكون جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بتقول لي زملائك ماشيين من هلال ليبيريا، بتقول لهم شنو يا عمار رسالتك؟ بتقول لهم شنو؟ والله اتمنى لهم التوفيق، نحن معهم قلبا وقلبا وغالبا، واتمنى ان الجماهير تدعمهم والناس ما تشتغل بالمباراه دي. يعني كانت مباراه اعداديه وفيها حاجات كثيره حصلت، لكن يعني هي بتمنى لهم التوفيق يعني ويجي معهم منتخب لعبت المنتخب ان شاء الله موفقين ان شاء الله. ان شاء الله بيقدموا الاضافه المرجوه بكل تاكيد لفريق الهلال. وعمار يعني احنا جيب منك رساله اخيره لجمهور الهلال، جمهور اللي هو دائما عاشق لفريقه ويقف جنبه دائما، بتقول لهم شنو في اخر كلمه؟ الله يا اخي انا احب اقول لهم يعني انه الناس تطمئن على التيم، يعني ان شاء الله بدايه موفقه السنه، حتكون بدايه خير ان شاء الله. واقول لهم هي بس خليكم خلف اللعيبه، وان شاء الله هم قدر اي حاجه، يعني ان شاء الله ربنا كمان يوفقني واطيب ان شاء الله والحق المجموعه ان شاء الله ما قريب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كابتن عمار دمازين. اذا الكابتن عمار يطمئن اسرته ويطمئن جميع القاعده الهلاليه هو بخير، وان شاء الله سيكون متواجد في مباراه الاياب امام فريق الإسكر الليبيري. سينضم الينا كذلك النجم عزيز شيبولا والدكتور مهند من اجل ان يتحدثا عن اصابه عمار. الدكتور مهند عن اصابه عمار وعزيز شيبولا، وايضا لطمئنه القاعده الهلاليه. يكونوا معنا من هنا من معسكر الهلال في نيروبي، خليكم معنا. أزينا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من هنا من معسكر الهلال في كينيا، ونتواصل في تغطية معسكر الهلال من هنا من فندق أوتالي. معي الآن دكتور مهند إبراهيم دكتور فريق الهلال، هو ليطمئن جماهير الهلال على صحة اللاعب عمار الدمازين وأيضا على مدى إصابة اللاعب عزيز الشيبولا. دكتور مهند أول حاجة مرحبا بك معنا في قناة الهلال الفضائية. مرحبا بك ومرحبا بقناة الهلال وجميع مشاهدين قناة الهلال. مهند، يعني عاوزينك تشرح لنا مدى إصابة عمار الدمازين في المقام الأول. عمار اتضح تماما من التقرير الطبي إنه لن يلحق مباراة الذهاب أمام الإسكر. بالنسبة لعمار الدمازين يتعرض لإصابة على مستوى الركبة وحصل تورم في الركبة، والحمد لله سو يعني يتعافى الحمد لله، حيخضع لمزيد من الفحوصات في الخرطوم على يد الاستشاري محمد بابكر، وإن شاء الله نحاول نحصل المباراة إن شاء الله حقت الإياب في الخرطوم بإذن الله. يعني تقريبا ممكن مدة الغياب تكون بين كم؟ يعني ان شاء الله تراوح بين اسبوع ل 10 يوم ان شاء الله. 10 يوم
باذن الله. بالنسبه للاعب عزيز شيبولا هو برضه تعرض لاصابه في مباراه الامس ولم يكن من المباراه وخرج، يعني برضه مدى خطوره اصابه اللاعب عزيز شيبولا؟ بالنسبه لعزيز لانه من الدال للارهاق لانه كان الرحله شويه مرهقه، وتعرضنا برضه لمسافه من الفندق للتمرين كانت شويه بتاع ساعه ساعه ونص، والاحماء ذاته ما كان في على مستوى المباراه، ونتيجه للارهاق ده كان حصل له اصابه في الظهر، وان شاء الله الليله بدا يتمرن واشتغل عليه في الصال وفي الجيم، وان شاء الله من بكره باذن الله بينزل مع اخوانه باذن الله. طيب عزيز جاهز لانه يسافر مع البعثه الليبيريا؟ باذن الله حيسافر مع البعثه الليبيريا، وان شاء الله هنجيب على مستوى اصابته في الليبيريا، وان شاء الله هيكون مع المجموعه باذن الله. طيب هل توجد اصابات في الفريق اخرى غير اللاعب عزيز شيبولا وعمار؟ لا نطمن القاعده ان شاء الله ما عندنا اصابه غير عمار وغير عزيز، وان شاء الله هيكون كل البعثه تكون متاحه للمدرب في الكوره باذن الله. ان شاء الله اخر كلمه جمهور الهلال بيتابعوك على شاشه قناه نطمن جمهور الهلال، وان شاء الله يكون النصر حليفنا باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك دكتور مهند ابراهيم دكتور الفريق، كان معنا على شاشه قناه الهلال الفضائيه في افاده من هنا من فندق اوتالي الخاص ببعثه فريق الهلال التي تقطف فيه بعثات فريق الهلال. وطبعا نذكر جماهير الهلال ببرنامج الفريق، برنامج فريق الهلال سيكون بالنسبه ليوم الغد ان شاء الله سيكون لديهم تدريب صباحي واخر عصرا، وايضا سيكون لديهم احتفال من قبل السفاره السودانيه بكينيا على شرف وصول بعثه الهلال الى كينيا. هذه هي رسالتنا لهذا اليوم من العاصمه الكينيه نيروبي، تحياتي والفريق العام، يكونوا دائما في امان الله.